الوالد ديالي ما قلتهاش ليه الله يرحمه، ما قلتها للوالده ديالي بالفعل عرفتي لا رياكسيون كيفاش ردات عليا، كيفاش تصطيتي ولا حماقيتي ولا طحتي على راسك، وحنا ما عندناش البنات اللي كيديروا هادشي، وهادشي راه ما يمكنش يكون، ومنين جبتي هاد الهضره، ويلا درتيها عمرك ولا تبقاي تفكري ان عندك والدين، ان عندك هادي، ان عندك هادي، ونساي لو كوكتيل ديال اون ميغ مغربيه ما غتبغيش بنتها دير لا دونس اورينتال. ولكن من بعد بدلت الراي ديالها بيان ايفيدامون. يلا كملي. الوالد ديالك انت قلتيها ليه؟ ما قلتهاش ليه، عرف بوحدو. كاين صحاب الحسنات اللي كيعرفوا يوصلوا الدوسه كاملين. مني عرف تخاصم معايا ما بقاش بغى يهضر معايا، ومن بعد قلت لهم انتم اختاريتوا حياتكم بالطريقه اللي بغيتوا، مع العلم ان ما كاينش شي والدين في العالم مثاليين، سان اكزيست با، كلشي كيغلط وكلشي كيربي بطريقه غلطه او صحيحه، المهم كيديروا اللي قدروا عليه واخا، وكيف ما بان لهم هما اوطون كو انسان، كل واحد حر في الطريقه باش كيربي او باش كيعيش حياته. وبقيت كنشوف باي حق انهم هما داروا حياتهم كيما بغاو، حتى حد ما دخل فيهم، وانا وليت ماجور علاش يدخلوا ليا في لو سيستيم اللي انا باغي نعيش به حياتي. حاولت ندير لهم خاطرهم، حاولت خدمت كوميرسيال بوندون سيغتان مومون في شركه ديال لي كويزين، توسكي كويزين بورت ام دي اف وداكشي، وما سلكنيش داكشي، بغيت ندير، بغيت نتبع سيستيم عادي بحال بنت من عائله مغربيه عاديه غتخدم دون ان سيستيم عادي. ما قدرتش، هادشي اللي عطى الله، انا بحال هكا شرحت ليه بان هادشي اللي كاين، غادي نختار الطريقه اللي بغيت، ما عجبوش يسمح ليا لانها هادي حياتي انا غندير فيها اللي بغيت فوالا. وبقى مخاصم معايا مده الله يسمح ليا، ومن بعد التواصل ديما كيوصلوا ولي فيديو ديما كيوصلوا، ومن بعد فهم بان زعما ما كانش شي حاجه مال بلاسي، ولا على حسب كيفاش انت غادي تشوفي داك الموضوع. بغيتي تشوفيه مال بلاسي وخاديش للحياء كما كيقولوا صحاب لي كومونتير، شغلكم شغلو من هذاك انسان مو ديرونج با. اما الا بغيتي تشوفيه دان كوتي ارتستيك ولا دان كوتي، شوفوا ها النشاط، يلا نقولوا حنا نقولوا ما كاينش كوتي ارتستيك، نشوفوا غير النشاط، والواحد ملي كيدوز ساعه زوينه، ساعه فيها الموسيقى فيها النشاط، زعما سي دو لا بون هومور اللي كتشاركيها مع الناس. اذا فين هو المشكل؟ كل واحد كيشوف داكشي بطريقه اللي بغا. دونك هو وبدا فواحد المده شاف بطريقه اخرى، قال بون هادشي اللي كتبغي ديرو ناشطه بخير، ما كتوصلش هضره خايبه، ما كنستغلاش باش ندير حاجه اخرى خايبه، صافي خلاني ترونكي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.